السلام عليكم. المختبر الأول بمادة علم الدم للمرحلة الثالثة بعنوان Blood Collection، جمع الدم. الدم هو نسيج ضام متخصص Specialized Connective Tissue، يكون عبارة عن سائل حاوي بداخله على خلايا وأملاح وجزيئات أخرى. أبرز وظائف هذا الدم هو نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، وبنفس الوقت عملية نقل ثنائي أكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين لطرحها خارج الجسم. وكذلك الدم يلعب دور مهم بتنظيم درجة حرارة الجسم، تنظيم التوازن الملحي للإلكترولايت، وكذلك توازن الحامض القاعدي للجسم. وظائف متعددة: نقل الهرمونات من الغدد إلى خلايا الهدف أو أنسجة الهدف وما إلى آخره. عن طريق الدم ممكن نجري اختبارات عديدة أو نكشف عن حالات مرضية متعددة، سواء كان باستخدام الدم بشكل كامل أو استخدام أجزاء منه كخلايا أو مصل أو بلازما. التعامل مع الدم لازم يكون بشكل حذر، كون أنه ممكن يكون حاوي على ممرضات قابلة للانتقال للإنسان، سواء كانت هذه الممرضات فيروسات أو بكتيريا. عندنا عدة طرق لجمع الدم، اللي هي السكين بانكشر والفيني بانكشر والارتيريال بانكشر، يعني سحب عن طريق الأوعية الشعرية الدموية اللي هي من الجلد مباشرة من رؤوس الأصابع ممكن أو من كاحل عند الأطفال، والفيني بانكشر اللي هو من الأوردة أو من الارتيريال اللي هي من الشرايين. كل واحدة من هذه الطرق خاصة بفحوصات معينة. نجي للطريقة الأولى اللي هي عملية جمع الدم من الأوعية الشعرية الدموية. الأوعية الشعرية الدموية إذا استخدمنا هذه الطريقة معناه أنه راح نحتاج كمية قليلة من الدم، مثل اختبارات الهيموغلوبين أو لاختبار عدد الصفيحات الدموية أو عدد كريات الدم الحمراء أو الخلايا الدم البيضاء، أو لتحضير البلاد سمير مسحة دموية للكشف عن سواء كان طفيليات أو أشكال الخلايا المورفولوجي الخاصة بهذه الخلايا، ممكن أيضا الكشف عنها عن طريق البلاد سمير. كل هذه تحتاج قطرة أو قطرتين من الدم، لهذا نلجأ إلى استخدام طريقة الكابيلاري بلاد كوليكشن. لكن اكو استثناءات، انه في حالات صح نحن نحتاج كمية معينة من الدم اكبر من ما تكون مجرد قطيرات صغيرة المفروض انه نسحبها من الاوردة، لكن اكو اسباب تمنعنا انه نسحب هذا الدم من الوريد، نلجأ بهذه الحالة الى انه نسحب من الاوعية الشعرية الدموية. الحالات اللي ممكن ما اقدر اسحب الدم بها من الوريد وتخليني ألجأ لطريقة الشعيرية اللي هي طريقة الكابيلاري بلاد كوليكشن هي حالات الحروق الشديدة، أو في حالات السمنة المفرطة المختبري يجد صعوبة في إيجاد الوريد حتى يسحب الدم، أو الأطفال حديثي الولادة غالبا تكون عملية سحب الدم منهم من الكابيلاري. أماكن سحب الدم بالنسبة للكابيلاري بلاد كوليكشن هي من رؤوس الأصابع، كون تكون الأوعية الشعرية الدموية في هذه الأماكن أكثر كثافة، أو في الكاحل أيضا. طبعا الكاحل بعد حديثي الولادة السحب يكون من جوانب الكاحل، هي المنطقة تكون بها غزارة بالأوعية الدموية الشعرية أكثر. نتجنب السحب من باطن القدم مباشرة، كون هذه الأماكن تكون حساسة جدا. طريقة السحب تكون
تحضير المواد اللي نحتاجها لعملية السحب من لانسيت وقطن وكحول وكذلك التيوبات أو الكابيلاري تيوب أيضا. راح نشرح هذه العملية عن طريق فيديو. للسحب من الأسابع لازم نحضر الكابيلاري تيوب والقطن واللانسيت والضمادة، وكذلك المختبر لازم يلبس الجفوف لضمان أنه ما يتلوث بدم المريض اللي ممكن يكون جسمه حاوي على ممرضات تنتقل عن طريق الدم. الكابيلاري تيوب اللي راح نستخدمها بهذا الفيديو هي اللي تكون حاوية على anticoagulant مانع تخثر، أول خطوة لازم نقوم بتعقيم الأصبع اللي راح نسحب منه بشكل جيد. شوفوا عملية التعقيم، تجنبوا السحب من وسط الأصبع، استخدموا حواف الأصبع للسحب. كون تكون غزارة الأوعية الدموية الشهرية بها أكثر. نهمل القطرة الأولى دائما أثناء عملية السحب. الكون ممكن تكون حاوية على محلول الكحولي اللي راح يسبب تخفيف للمحتويات الموجودة داخل الدم. نجيب كابيلاري وناخذ الدم اللي نحتاجها. من الأفضل أنه الكابيلاري من نسحبها من الإصبع بهذا الشكل تكون الكابيلاري موجهة للأعلى مو للأسفل، حتى ما تصير الفراغات اللي راح تشوفوها هسه راح تصير بهذا الفيديو كون انه انسحب للأسفل. هذه التيوبات هي تيوبات شعرية بالخاصية الشعرية مباشرة، حتى لو هي موجهة للأعلى راح تسحب الدم للأعلى. شوفوا الفراغ اللي يصير هنا، هذه ممكن تؤثر على النتائج في حالة انه استخدمنا البي سي تي مثلا فحص الحجم المضغوط لكريات الدم الحمراء. بعد الانتهاء من عملية جمع الدم قم بوضع الضمادة على الأصبع اللي سحبت منها لوقف النزيف. بالنسبة للسحب من الأطفال غالبا يكون من منطقة الكاحل. هذا الفيديو يوضح طريقة السحب عند الأطفال. بعد التعقيم تكون حتى استخدام اللانسيت يكون بأحجام مختلفة، اللانسيت عند الأطفال تكون أصغر مما هي عند البالغين. أيضا بعد عملية التقب كنت تخلص من أول قطرة اللي ممكن تكون حاوية على الكحول اللي راح يخفف محتويات الدم، ونقوم بوضع الدم بتيوبة خاصة بعملية الجمع. الكمية اللي ممكن نسحبها من الأطفال من الكاحل هنا ممكن تكون أكبر مما هي أو أكبر من الكمية اللي قلناها أنها تكون قليلة لعمليات الفحوصات اللي تحتاج قطرة أو قطرتين، يعني ممكن نحتاج كميات كبيرة لفحوصات مثلا وظائف الكلية اللي نحتاج كمية ليست بقليلة لإجراء هذا الفحص، يتم جمعها أيضا بهذه الطريقة من الكاحل عند الأطفال. الأوردة عندهم تكون ضعيفة فصعبة الجمع منها.
عمق الوغزة اللي تغزوها للطفل ما لازم تكون أكثر من 1.5 ملم. هذه الصورة توضح مكان سحب الدم من الكاحل، نسحبها من جوانب الكاحل، نتجنب هذه المنطقة وكذلك المنطقة الوسطية والحواف أيضا. هذه الأماكن تكون حساسة جدا. الطريقة الثانية لسحب الدم هي سحب الدم من الأوردة، هي غالبا نستخدمها في حالة أنه كنا نحتاج كميات كبيرة من الدم أو نحتاج إلى سيرم أو بلازما. أكثر الفحوصات اللي هي تكون عن طريق الوريد هي تحتاج أنه يتم وضع هذا الدم بالأنتيكواجولنت مانع تخثر. المواد والأجهزة اللي نحتاجها لسحب الدم من الأوردة هي سرنجة وتورنيكيت، قطن، كحول، وتست تيوب، بالإضافة إلى سنتريفيوج في حالة أنه كنا بحاجة لفصل الدم إلى سيرم أو بلازما، بالإضافة إلى بايبيت. عملية السحب أيضا راح نوضحها على شكل فيديو. نقوم بتحضير المواد اللي نحتاجها للسحب. من التيوبات المختلفة اللي نحتاجها، وسرنجة، قطن، كحول، تورنيكيت. بالبداية نشد التورنيكيت فوق المرفق بإصبعين أو 3 أصابع تقريبا. نقوم بتحديد الوريد، ولازم نتأكد من اتجاه الوريد أيضا حتى نضمن شقد السرنجة راح تدخل لداخل هذا الوريد. الوريد حتى نتحسسه يكون غالبا مطاطي الشكل او بمرونة مثل المطاط، من تضغط عليه راح تبين عندك الوريد. بعد ما تقوم بتحديد الوريد راح تقوم بالتعقيم بحركة دائرية للخارج، يعني ما ترجع لنفس المكان بالتعقيم مرتين بالقطن مالتك، حركة دائرية للخارج. وأيضا الإبرة اللي تستخدمها لازم يكون رأس السرنجة أو الفتحة الموجودة برأس السرنجة للأعلى. بعد عملية التعقيم لازم ما ترجع تلمس مكان السحب إيدك مرة ثانية. وكذلك شد التورنيكا لازم ما تستغرق فترة أكثر من دقيقة إلى دقيقتين. تأكد أنه رأس الإبرة تكون موجهة للأعلى، وكذلك تأكد أنه السرنجة مالتك شغالة حتى مو تخليها بوريد المريض وبعدين ما تسحب عندك تصير بها خلل وترجع تشكل مريض مرة ثانية. بعد ما تأكدت من أنه صار عندك الدم بالسرنجة وجاي يسحب، المفروض تفتح التورنيكيت. ممكن انه تبقيها التورنيكيت الى ان تكمل عملية السحب، لكن قبل اخراج السرنجة لازم تفتحها.
إذا تلاحظون هذا المكان، كل ما تأخرت بالسحب كل ما راح تنتفخ هذه المنطقة، كون أنه الدم راح يتسرب من الوريد لتحت الجلد. تصير عندنا بهاي الحالة هيماتوما إذا طولت أكثر، وإذا صار تسرب من الوريد لتحت الجلد. صح، هي ما بها أي مشكلة صحية، راح تروح بعد فترة قصيرة، لكن تجنبوا حدود الهيماتوما. الفحوصات اللي تجي للمختبر لازم تطلع عليها بشكل جيد حتى تعرف الكمية اللي تحتاجها، شقد الكمية الدم المطلوب انه تسحبها من الوريد. مثلا عندنا فحص الـ ESR يطلب انه تسحب 2 مل، وفحوصات اخرى تطلب كميات قليلة. فتح التورنيكيت قبل سحب السرنجة، وضع القطنة في مكان السحب، ثم سحب السرنجة للخارج. لازم تضغط على مكان السحب لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى يتوقف نزف الدم من هذا المكان. من الأفضل استخدام بلاستر أنابيب الاختبار، تكون أغلبها مفرغة هوائيا، وهي تستوعب حجم محدد من الدم. يعني بنخلي السرنجة داخل التست تيوب، أو بنفس الطريقة راح أشوفها بالفيديو اللي راح استخدمها، راح تسحب هي وحدها الدم إلى أن توصل للحجم المحدد لها وتتوقف. يعني ما راح تأخذ أكثر من الحجم المخصص لها. إذا كان عندكم عدة اختبارات تحتاجون تستخدمون أنابيب متعددة، بهذه الحالة لازم تأخذون أو تخلون كل تيوب بها كمية معينة من الدم للفحوصات المتعددة. مثلا عندنا فحوصات تطلب أنه الدم يكون موجود بالـ EDTA، وفحوصات أخرى تطلب أنه يكون الدم لازم أن تخازنه في تيوبة أو محتفظ به بتيوبة الصوديوم الستريت، حاوية على ستريت صوديوم ستريت، وأنواع أخرى من التيوبات، كل وحدة لها استخدام معين. فلازم تطلع على الفحوصات المطلوبة لكل مريض بشكل جيد قبل عملية سحب الدم. هذا مثال آخر لعملية سحب الدم. في حالة أنه ما عندكم تورنيكيت المختبر، ممكن استخدام أي شيء آخر مطاطي يوفي بالغرض. شوفوا بهذا الفيديو هنا، عقمت ورجعت لمست منطقة السحب مرة ثانية. هذا الشيء مو صحيح. بعد التعقيم ما يصير لمس منطقة طاقة الإصابة أو منطقة الوخز. نجي للطريقة الثالثة لسحب الدم اللي هي من الشرايين. استخدام الدم الشرياني هو قليل جدا، هو يستخدم غالبا مع الاختبارات الكشف عن غازات الدم، سواء كان اكسجين او ثاني اكسيد الكربون الموجود بالدم. ايضا راح نوضحها على شكل فيديو عملية سحب الدم من الشرايين. سحب الدم الشرياني يكون من الشريان الكعبري. المواد اللي راح نحتاجها هي كفوف وشاش، بالإضافة إلى كحول ونيدل خاص بعملية سحب الدم الشرياني وشريط لاصق وسرنجة. James,
عملية اختيار أو تحديد مكان الشريان يتم عن طريق الجس النبض بالشريان الكعبري. من تقوم بوضع أصابعك على جهة الشريان أو منطقة تواجد الشريان راح تحس بالنبض، تقدر تحددها بهذه الطريقة. بعد ذلك تقوم بتعقيم مكان السحب نفس مبدأ التعقيم اللي أخذناه بالطريقة الوريدية، هي باستخدام تعقيم بحركة دائرية للخارج. عقم إيدك وألبس شفوف واسحب الدم باستخدام النيدل. بعد ما حددت المكان وعقمته راح تسحب الدم الشرياني بهذه الطريقة. اكو سرنجات تسحب هي واحدة، او اذا كنت تستخدم السرنج العادية تقدر تسحب بهدوء، تعقم او تضغط على مكان السحب بعد عملية جمع الدم وتقوم بالتخلص من النيدل و الأنابيب اللي استخدمتها لعمليات سحب الدم. لازم بعد تحددها لأي مريض كانت، الاسم مالته شنو، الطبيب اللي دازه، الاختبارات اللي هو يحتاجها، وقت سحب الدم من هذا المريض أيضا، وإذا كان هو مقيم في المستشفى الردهة اللي هو جاي منها المريض أيضا تذكر أو تكتب على أنبوبة الاختبار اللي راح تخلي بها الدم. بالمحاضرة عندكم هاي صورة توضيحية للشريان الكعبري وطريقة السحب، انه هي تكون بزاوية 30 إلى 45% درجة، تخلي السرنجة بهذه الزاوية وتقوم بالسحب من الشريان. في بعض الاختبارات نحتاج الى سيرم، وباختبارات اخرى نحتاج الى بلازما. إيش وقت أقدر أحصل على سيرم، أو بأي طريقة ممكن أحصل على السيرم؟ من أسحب الدم بأنبوبة اختبار عادية ما بها أي مانع تجلط، بهذه الحالة راح أحصل على السيرم أو مصل الدم. بحالة أنه أنا أحتاج بلازما الدم، أستخدم أنابيب اختبار تحتوي على موانع تجلط anticoagulant وأخليها بالسنترفيوج لفترة 15 إلى 30 دقيقة، وأحصل بهاي الحالة على الدم مفصل إلى جزئين، اللي هو الخلايا اللي راح ترسب للأسفل كون هي أثقل حجما، والبلازما هي راح تبقى بالأعلى. تقريبا 90% من الدم هو بلازما. السيرم هو نفسه، مصل الدم هو نفس البلازما، لكن منقوص منها بروتينات التخثر بشكل عام. مقارنة سريعة بين البلازما والسيرم. البلازما هي الجزء السائل من الدم، من محتويات الدم، اللي ممكن يكون حاوي على هرمونات، بروتينات، أملاح وما إلى ذلك. ممكن الحصول عليه عن طريق وسحب الدم بتيوبات أنابيب حاوية على موانع تجلط. بعد ذلك نقوم بسنترة هذه التيوبات للسنترفيوج، جهاز الطرد المركزي، وتنفصل عندنا الدم إلى طبقتين، اللي هي خلايا الدم الحمراء والبيضاء بنوعيها راح تترسب للأسفل، بالأعلى موجودة عندي البلازما. السيرم مقارنة مع البلازما هو نفس البلازما، ما عدا أنه منقوص منه البروتينات الخاصة بعملية التجلط أو التخثر. طريقة الحصول على السيرم أو مصل الدم تكون بجمع الدم داخل تيوبات
ما بها أي مادة مانعة للتجلط، يعني تيوبات عادية، تست تيوب عادية أو بلانت تيوب. بعد ذلك نقوم بوضعها بالسنترفيوج لفصل الدم إلى خلايا الدم اللي راح تترسب للأسفل، واللي راح يبقى بالأعلى هو السيروم.